مرحبا بكم. عندما يجمع الناس الكثير من الأشياء التي لم يعد من الممكن تخزينها في المنزل، يقومون أحيانا بشراء خزنة أو مرآب، لكن بسبب عدم استخدامها لفترة طويلة ونسيان ما بها، يقومون ببيع تلك الأشياء مرة أخرى. غالبا ما ينسون ما بداخلها من أشياء ثمينة، لذلك يقومون ببيعها. ثم يأتي شخص آخر ليشتري تلك الأشياء، ليجد تلك الأشياء الثمينة التي تكون له بمثابة الفوز باليانصيب، لأنه لا يعرف ما ينتظره من سيارات فارهة ونادرة أو كميات كبيرة من المال. اليوم سوف نتعرف على 10 أشياء مكلفة وغير عادية وجدت في الخزن والمرائب، لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذا النوع من الفيديوهات. أولا، خزينة نقدية. في العام الماضي قال دان دوتسون على البرنامج التلفزيوني الأمريكي أن هناك امرأة قد اتصلت به وحكت له قصة مثيرة جدا، وهي أنها قررت شراء خزينة جديدة مغلقة مقابل $500. في بادي الأمر لم تتمكن من فتحها، ودعت صانع الأقفال ليفتح لها الخزينة، وعندما قاموا بفتحها اندهش كلاهما، فقد وجدوا بداخلها $7.5 مليون، والتي كانت مختبئة في حقيبة سوداء. لكنهم سرعان ما أبلغوا الشرطة حتى تمكنوا من الوصول إلى محامي صاحب الخزينة، والذي قام بالعرض عليهم $600,000 مقابل إرجاع المال، ولكن رفضت مالكة الخزينة الجديدة ذلك العرض. ثم عرض عليها الرجل $1.2 مليون فوافقت على الفور، وقامت بإرجاع باقي المال إلى المحامي. نعم، يا لها من محظوظة. ثانيا، كنز القراصنة. الكثير من بدأ في البحث عن الكنوز المدفونة، وهناك من يسافر للبحث عن كنوز القراصنة عن طريق الرحلات البحرية، لكن هناك من وجد كنزا حقيقيا دون أن يسافر إلى أي مكان. ففي سان فرانسيسكو هناك من عرض بيع مرآبه $1,700، لم يكن يتوقع أنه يبيع كنزا لديه. ففي المرآب وجد مبلغا كبيرة من عملة قديمة إسبانية تعود إلى القرن 17 أو 19، وكل تلك العملات تقدر بقيمة $500,000، أي أنه كنزا حقيقيا. ثالثا، سيارة المارمون موديل إل. في عام 2017 وفي أحد المرائب الموجودة في ولاية إلينوي الأمريكية، تم اكتشاف سيارة نادرة، وهي سيارة مارمون لعام 1927. تقول الدراسات أن تلك السيارة تعد آخر نسخة من سيارة المارمون، وقد ظلت في ذلك المرآب لأكثر من 50 عام، وتعد هذه السيارة فريدة من نوعها، حيث أضافت الشركة لتلك السيارة بعض الإضافات والتي أعطتها ذلك التميز. فهي تشبه في قوتها سيارات الفورد أو المرسيدس والرينو، وعلى الرغم من أن موديل إل كان من ضمن المستويات الأولية، إلا أنه أصبح نموذجا لسيارة الفورد. وكانت شركة مارمون هي الأولى التي استخدمت الألومنيوم في صناعة هيكل السيارات، وعندما وجد إنديانو تلك السيارة قام بتصليحها وأعادها مرة أخرى إلى طرق أمريكا. رابعا، مجموعة ألعاب فيديو. قبل ظهور الإكس بوكس والبلاي ستيشن كان هناك ألعاب تعمل بوضع أشرطة الفيديو الخاصة لتلك الألعاب، وكانت عبارة عن صور متحركة، إلا أن تلك الألعاب كان لها مذاق آخر غير تلك الألعاب الموجودة في وقتنا الحالي. وعلى الرغم من قلة تكلفتها بالمقارنة مع الألعاب المعاصرة، وفي عام 2017 قام أحدهم بشراء ماستر سيستم $1,500، اكتشف أنه يحمل عليه لعبة جيم جينيك وأكثر من 3000 لعبة قديمة ونادرة. تلك المجموعة من الألعاب قدرت قيمتها $50,000. خامسا، مرسيدس بنز موديل 300 SL. في عام 1980 تم اكتشاف أغلى سيارة في التاريخ. ففي أحد المرائب تم اكتشاف السيارة الأسطورية مرسيدس بنز W198، والتي يطلق عليها أيضا مرسيدس بنز 300 SL. وتلك السيارة كانت النموذج 43، وتم إصداره عام 1954. كانت تلك السيارة لها رونقها في الخمسينيات، فلا يستطيع أن يركبها أي شخص كان، وكانت بها بعض التفاصيل المميزة،
وهناك من قام بتبني تلك السيارات وإعادتها لما كانت عليه في السابق. وعندما قمنا بتخمين ثمن السيارة قدرت بحوالي مليون دولار. أما عن رأي الخبراء فقد قالوا أنها تكلف 900,000 دولار فقط. الفرق ليس كبير أعزائي المشاهدين بين السعرين، لكن قد تأكدنا من أن تلك السيارة فارهة حقا. سادسا، أغراض فرقة بيتش بويز. في عام 1980 كانت هناك فرقة غنائية تسمى بيتش بويز، وكانوا يقومون بإصدار أشياء تذكارية ثمينة كالوثائق المكتوب فيها أغانيهم، وكذلك الصور الفوتوغرافية الخاصة بحفلاتهم أو صور لأول عقد لهم. كان أول شيك يحصلون عليه مقابل تسجيل أول أغنية كان بمقدار 990 دولار. وفي عام 2005 قام مغني ببيع تلك الأشياء التذكارية الثمينة في مزاد، ووصل المبلغ الإجمالي لثمن تلك الأشياء حوالي 6 إلى 8 مليون دولار. وبسبب شهرة تلك الفرقة على مدار السنوات السابقة قام محامي الفرقة برفع قضية على ذلك المغني للمحافظة على تلك الأشياء التذكارية وإرجاعها مرة أخرى. وعلى الرغم من فوز المغني بالقضية إلا أنه أعاد تقسيم تلك الأموال مرة أخرى على المشترين السابقين. سابعا، السيارة الغواصة الخاصة بجيمس بوند. الجميع منا يعرف جيمس بوند، نعم إنه يخطف قلوب الكثير من الفتيات. من منا لا يعلم سيارة جيمس بوند؟ تلك السيارة الغواصة التي ظهر بها في أحد أفلامه المفضلة، تلك السيارة BBW36R، تعد من السيارات المميزة جدا، وظهرت على الشاشة في عام 1977. بعد ذلك سافرت تلك السيارة إلى العديد من البلاد، وكانت آخر رحلة لها في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية نيويورك، وبعد ذلك تم الاحتفاظ بها في مرآب خاص بها لعشرات السنين. وفي عام 1989 كانت هناك فكرة لعرض تلك السيارة في المزاد، لكن هناك من قال أن تلك السيارة لا تكلف أكثر من 100 دولار. بالطبع إنهم لا يعرفون قيمتها الحقيقية. وفي عام 2005 اشترى أحدهم تلك السيارة وقام بعرضها في معرض للسيارات، لكن في عام 2013 قررت المحكمة أن يكون ثمن تلك السيارة في بداية المزاد 500,000 جنيه استرليني. ثامنا، سيارة بوغاتي تايب 57S. الكثير من الناس يشترون المرائب بأسعار بخيسة، لكنهم لا يتخيلوا أنهم سيجدوا مفاجأة ثمينة في تلك المرائب. فقد كانت تلك السيارة موجودة في مرآب مالكها البريطاني لأكثر من 50 عاما. كانت تلك السيارة مهملة في مرآب منذ أن توفى مالكها في عام 2007. لذلك عندما قام أحد ورثته برصد للممتلكات ليجد وسط دهشة عارمة سيارة بمثل هذه القيمة مهملة ويكسوها الغبار في المرآب الذي ظل مغلقا لفترة طويلة. ظلت السيارة قابعة منذ ستينيات القرن الماضي في المرآب بمدينة نيوكاسل. وفي عام 2009 وجدت عائلة جارلد السيارة بداخل المرآب، وهي سيارة بوغاتي تايب 57S أتلانتا، والتي ترجع لعام 1937، والتي يبلغ قيمتها 8.5 مليون دولار. وعلى الرغم من أن عائلة جارلد عندما وجدت تلك السيارة لم يفرحوا بسرعة، فقد اعتقدوا أنها سيارة قديمة لا أكثر ولا يعرفون قيمتها الحقيقية. لكن تعد تلك السيارة مميزة لأنها واحدة من 17 نسخة فقط تم تصنيعها من هذا الطراز. لكن في عام 1960 عادت تلك السيارة مرة أخرى للمرآب، لكن بعد أن وجدتها عائلة جارلد قام بعرضها في المزاد، وتم عرض تلك السيارة للبيع، والتي حصلت على 400,000 دولار. وبذلك تمكن من الحصول على الكثير من الأموال وقام بتقسيمها على الأسرة فيما بينهم. تاسعا، أكشن كوميكس. في عام 2001 كان هناك رجل اشترى مخزنا في كاليفورنيا، وكان يوجد بذلك المخزن الكثير من الكتب القديمة والعديد من كتب الأكشن التي يوجد بها قصص مصورة. تلك القصص التي ظهر فيها سوبرمان لأول مرة، تلك القصص
التي يمكنك أن تشتريها ثم تسترد قيمتها بعد أن تنتهي من قراءتها. كانت لها الكثير من المعجبين، لكن هذه المرة لم يكن الأمر بتلك السهولة، فقد قام صاحب المخزن بمكالمة أحد الخبراء وأخبره أنه وجد مجموعة كبيرة من تلك القصص المصورة، وقال أنه يريد أن يبيعها إلى نيكولاس كيدج، ولكن الخبير رفض عرض العامل لبيع تلك القصص إلى نيكولاس كيدج في عام 2000 في مقابل 150,000 دولار. فقد سرقت هذه القصص المصورة من منزل نيكولاس كيدج في عام 2000، وعندما وجدت تلك القصص عام 2001 بعد أن أبلغ عنها ذلك الرجل، قامت الشرطة بالقبض عليه لتسأله كيف أتى بتلك القصص، لكنه قال أنه اشترى المخزن ولم يعلم ما بداخله. وعادت مرة أخرى القصص إلى نيكولاس، وتم عرضها في مزاد وبلغ سعرهم 2 مليون دولار. عاشرا وأخيرا، سيارات نادرة. كما رأينا مسبقا كيف وجد بعض الأشخاص سيارات بداخل المرآب، ويمكن أيضا أن تجد سيارات نادرة بداخلها. ففي عام 2018 وجد شخص بداخل مرآب جده القديم سيارة نادرة، وهي لامبورغيني كونتاش، وهي سيارة إيطالية رياضية كانت موجودة في عام 1981، وتم تصنيع 321 نسخة من ذلك الطراز. بلغ ثمن تلك السيارة 500,000 دولار، وبدون مبالغة، وعندما فتح الشاب المرآب ووجد هذه السيارة لم يستطع أن يبعد عينيه عنها. وبعد ذلك علم أن السيارة كانت تعود إلى جده، وباع الشاب السيارة وقام بإنشاء عمل خاص به، وهو معرض للسيارات. إلى هنا أعزائي المشاهدين، قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، وكذلك تفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء.